ومن العبادات القولية الفاضلة في هذه الأيام الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في كتابه، فقال: والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه: والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردا. فالباقيات الصالحات خير للمرء في الثواب والأجر، وخير في الأمل، أي إذا رجى شيئا وتأمله فإنه يعطى خيرا مما تأمل، وخير مردا إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وجد من الخيرية ما لا يتصور بسبب إتيانه بالباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هي ثلاث كلمات، وجاء أنها أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وهذه الكلمات كلها مشروعة في أيام العشر، فقد جاء في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير